هناك الكثير من التلاعب وقع في عدد من المؤسسات كالدراسات التي استمرت لخمس سنوات بمدينة القيروان، دراسات لو دخل طالب في لكلية الطب وأمضى خمس سنوات لتحصل على الدكتوراه، ولكن للأسف الدراسات متواصلة ولكن انتهت الدراسات وسيبدأ إنجاز المشروع كما إن شاء الله في مارس القادم بعد الدراسات التي يعني منذ سنة 2017 والدراسات متواصلة إلى 2022، وهناك من قضى وهناك من ولد والدراسات لم تكتمل، انتهى هذا العبث يعني باسم الدراسات وباسم إهدار الأموال. سنعمل على أن تكون الصحة للجميع على قدم المساواة في أي شبر من تراب الجمهورية، وأن تكون تونس قبلة أيضا إلى المرضى الذين يريدون أن تتم مداواتهم ومعالجتهم في أرض تونس الخضراء. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.